التمر اللي بتتوزع في البلد ساعة الفطار كفيلة ان هي تسدد ديون مصر. والله من اجمل الحاجات فعلا من اجمل الحاجات اللي في مصر ان انت ممكن تتغدى وتتعشى في رمضان في رمضان يعني في الشارع. سنة كنت ماشي نفس المشية دي وكنت لسه بادئ الفيديوهات، كنت بعمل موضوع الزام مفيد ده على اليوتيوب. سبحان الله فرق شاسع الحمد لله. يعني فكرك هلحق الفطار؟ كان نفس الطريق من اللعيبة ده وكان في رمضان السنة اللي فاتت. 7 دقايق، 6 دقايق، 5 دقايق، 4 2. أشهد أن محمد رسول الله. برفع اللاب بعدله الصوره بتغمق. في قصه حلوه كده. قبل رمضان كنت قاعد مع حد صاحبي وبقول له رمضان ده يا لو رمضان ده كان يبقى من غير صيام، يعني الموضوع كده يبقى صوم وصلاه وبتاع وقرايه قران وكده بس ما نصومش، لان الصوم كان بيتعبني جدا. بعدها فترة كده قلت حرام اللي انا بقوله ده، يعني بالصدفة البحتة جدا كده بتاع اليوتيوب، فلقيت حد بيتكلم في ان الصيام بيدرب النفس انك ما تعوزش مية، ما تعوزش حاجة او حاجة انت محتاجها، بدنك محتاجها انت بتمنعها عن نفسك، وده بيديك يعني عزة او حاجة زي كده. انت طول ما انت بتتدرب ان انت تمنع نفسك من حاجة انت بتحبها او جسمك عايزها، فده يعني ايه، بيبقى سمو بالروح والكده. يعني احمد العسيلي اسمه ايه، العسيلي مش فاكر اسمه ايه. المهم قلت نجرب ما فيهاش مشاكل، يعني ايش نجرب. المهم اول يوم رمضان مشيت بنفس المنهج ده، قلت انا دي حاجه كويسه ان انا ادرب نفسي عليها. المهم كل لما يعني احس ان انا ريقي عطشان او حاجه فاقوم ايه قايل ان انا مش عايز اكل، مش عايز اشرب. فعلا المغرب اذن والدنيا جميله واول يوم عدى تمام. تاني مره حطيت برضو في نفسي نفس الحاله دي، لقيت ان انا الاذان بيأذن، انا ما بستناش الاذان، انا عادي خالص. الاذان بيأذن بلاقي نفسي ان انا مثلا بشرب ميه او حاجه زي كده، مش عايز اشرب ميه، مش ملهوف على الاكل. لقيت ان انا باكل حبه صغيرين، مش جعان يعني، بقيت بشرب حبة صغيرين مش ببلبع زي الأول. فقلت طب خير، واتبسطت جدا. وجي تاني يوم درجة إن أنا بقيت أنزل أصلي الفجر. أنا عندي 23 سنة عمري في حياتي ما نزلت صليت المغرب آسف في رمضان، ما ينفعش. أنا قاعد باكل أصلي ولا آكل وفي دماغي إن في كرواتة في الصلاة والحاجات دي، فكنت ما بصليش خالص المغرب. واي كأن ان المغرب ده فعلا تدريب جدا ان الاكل والمية مش حاجة اساسية عندك، وتحس ان هو بيصطفي الناس اللي ماشية بنفس المنهج ده، ان انا مش لازم اكل ومش لازم اشرب او مش ميت عليهم، وان احنا نصلي الاول ونأدي العبادات الاول وبعد كده نبدأ ناكل ونشرب. فبصيت انا الموضوع كده من وجهة نظر بقى واسعة كده، لا ربنا تحس ان هو بيصطفي ناس معينه بقى بان هم يعملوا عباده معينه، زي مثلا الفجر الناس بتبقى في عز نومها وناس معينه بتقوم من نومها تنزل تصلي الفجر في عز التلج مثلا. فدي نفس الموضوع، ناس بتبقى هتموت وتاكل ويجي اذان المغرب لا احنا هنسيب الاكل وننزل نصلي. حسيت بحاجه جميله جدا، لان النهارده رابع يوم انا عمري في حياتي ما حسيت الاحساس ده. بالنسبه للصيام عمري في حياتي، انا كنت بتضايق جدا من الصيام، ما بحبوش، ببقى هبطان، ببقى لما دخلت الفكره بتاعه ان انا عادي
الموضوع ظبط جدا معايا. اتمنى ان الناس تستفيد من الموضوع ده، لان انا الراجل اللي كلمني العسيلي ده لما قال البقين دول استفدت جدا. فانا اتمنى ان الناس تستفيد من اللي انا بقوله ده، ودي اسهل طريقة للصيام، لان انا بشوف ناس ان احنا ناكل الياف في السحور والكلام ده. اهم حاجة تقنع ده ان انت اهدى شوية، انت مش محتاج مية، انت مش محتاج تاكل بس. وجربوا صلاة المغرب في رمضان، جميلة. ابن النادي.